اي بي جيمنج وفيديو جديد. احنا عيله متكامله جامدين واسطوره، اكتب اي بي جيمنج شوف مين يطلع لك في الصوره. بدانا من الصفر عملنا جيل بعد جيل، جبنا ال 100,000 وعدينا المستحيل. وازيكم يا ابطال؟ عاملين ايه؟ وحشين جدا جدا جدا. قبل ما نبدا فيديو النهارده ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وفيديو النهارده يا ابطال، ايوه يا ابطال، ناس كتير قوي يا ابطال زهقت من السلسله اللي انا بنزلها، وانا عارف يا ابطال بصراحه عندكم حق، ولكن انا يا ابطال بصراحه كان نفسي ان السلسله دي بجد اللي احنا نحاول نجيب منها اي حاجه مجانيه، لان الوقت ده يا ابطال بصراحه ناس كتير قوي على التيك توك يا ابطال بتنزل فيديوهات غريبه، ويعتبر في السلسله دي احنا شفنا كل الفيديوهات دي. واسف جدا يا ابطال صراحة عشان انا ما كنتش بجد بنزل يعني فيديوهات غير السلسلة دي، بس يا ابطال انتوا عارفين يا ابطال لما برجع بفيديوهات جامدة جدا. ومتحمس اول فيديو النهاردة عشان فيديو النهاردة بيقولك ان لعبة روبلوكس يا ابطال ظهر فيها مكالمات صوتية. قلت لكم يا ابطال واضح كده ان السنة الجديدة لسه اصلا ما دخلتش علينا، وبيقولك في مكالمات صوتية كمان. مش عارف بصراحة يا ابطال المكالمات الصوتية دي هتتضاف في المبات ولا في الشات ولا فين بالظبط. بس يا ابطال قبل ما نبدا فيديو النهاردة عايزك حالا تنزل تكسر زرار اللايك وتشترك حالا في القناه وليتس جو يا ابطال، عشان دلوقتي المفروض يا ابطال انا طبعا بتكلم ناس كتير قوي في شات روبلوكس، وكل الناس دي اصلا يا ابطال صحابي تمام، يعتبر عندي في الاصدقاء. فخلونا مثلا يا ابطال ندخل على الشخص ده تمام. المفروض يا ابطال الشخص ده لما نيجي نقف كده مثلا عليه، لما نيجي مثلا يا ابطال هنا نفتح الشات هيظهر لنا يا ابطال حاجات كتير قوي، منها يا ابطال ان الشخص ده اخر ماب كان تقريبا بيلعبها هي ارسنال تمام، كويس جدا. ومفروض يا ابطال هنا في علامة اللي هي الاعدادات، وهنا اللي احنا نشيل الشات اللي هي الاكزت، كويس جدا. المفروض يا ابطال ندوس على هنا وندوس على كلمة شات، ثانية هندوس كده، كويس جدا. المفروض يا ابطال ظهر لنا هنا ان انا والشخص ده بس لوحدينا بنكلم بعض. هنيجي يا ابطال ندوس على التلات نقط وبعدين ندوس فيو بروفايل، كويس. المفروض يا ابطال ناس كتير قوي بتقول ان ايوه احنا دلوقتي نقدر اللي احنا نتكلم مكالمات صوتية في لعبة روبلوكس زي الماسنجر والواتساب والانستجرام وشوية حاجات كده تانية كتير، اكيد انتوا طبعا يا ابطال عارفين او سمعتوا عن التطبيقات دي. فبصراحه الموضوع غريب قوي ولحد دلوقتي انا مش مصدقه لان انا ما جربتش، بس الناس بتقول على فكره اصلا يا ابطال تمام اللي هو يعني بصوا يا ابطال انا دخلت في مكان تاني او شات تانيه نفس الكلام، ما اقدرش يا ابطال يعني انا ده ابطال لطيف بطل من ابطال ونعمل هنا جروب ونتكلم مع بعضينا، موضوع جميل جدا. ولكن المفروض يا ابطال ناس قاعده بتتكلم وبتقول ان احنا نقدر يعني مثلا نتصل من خلال الشات هنا، ازاي؟ ما اعرفش والله، ولكن هم قالوا كده وانا بصراحه داخل احقق في الموضوع، ولكن من الواضح ان احنا مش لاقيين اي حاجه خالص اصلا. طبعا يا ابطال ما استكفتش وقلت التحقيق كده هينتهي، لا لا دخلت على طول يا ابطال على صفحه ار تي سي روبلوكس وجاي يا ابطال بشوف وبفكر وبدور يا ابطال، وفعلا يا ابطال ما لقيتش اي حاجه اصلا او اي خبر بيتكلم عن الموضوع ده. اخر تغريده يا ابطال نازله يوم 27 ديسمبر اللي فات، يعني تعتبر من 3 ايام تقريبا، والتغريده يا ابطال يعني ما لهاش علاقه اصلا باي حاجة ليها علاقة مثلا بالفويس شات او كده. ما استكفتش يا ابطال ودخلت على لعبة روبلوكس الرسمية تمام، صفحة لعبة روبلوكس الرسمية، ولقيتهم يا ابطال منزلين من 4 ساعات حاجة كده يا ابطال زي الايفنت تمام، او حاجة اسمها فيديو ستار، يعني نجوم لعبة روبلوكس يا ابطال بيقعدوا بقى ينافسوا بعضيهم، ويوتيوبرز واليوتيوبرز المشاهير يا ابطال دايما بيقعدوا يعملوا تحديات اللي هم الاجانب وكده. فعامة يا ابطال مش موضوعنا زي ما انتم شايفين يا ابطال هو ده الشخص اللي كسب تمام، ولكن ده برضك مش موضوعنا. بس بصراحة يا ابطال واضح اللي هو كان حدث جامد جدا في لعبه روبلوكس، وزي ما انتم شايفين لعبه روبلوكس بتعمل افتتاح لماب جديده بمناسبه الشتاء يا ابطال، ما اعرفش ده الهروب من ما اعرفش بصراحه ده ابطال الهروب من ايه، ولكن واضح ان ده ملاهي وكلام جامد جدا. او ماي جاد والله بجد يا ابطال شكله جامد جامد، خلونا كده نبص يا ابطال. يا سلام والله يبان عليها تبقى ماب جامده يا روبلوكس. هنا بصراحه يا ابطال اخبار كتير قوي بتنزل في لعبه روبلوكس، زي ما انتم شايفين روبلوكس يا ابطال بتتطور، بتحاول تعمل حاجات جديده كشكل وموضوع بصراحه جامد جدا، ولكن برضك ما فيش اي اخبار بتقول لنا على موضوع المكالمات الصوتيه ده. خلونا يا ابطال ندخل على ماب البيوت ونشوف هل مثلا فيها اي تحديث او اي حاجه. زي ما انتم شايفين يا ابطال الماب مش ظاهر فيها مثلا هنا حاجه ليها علاقه بالفويس او كده، وبرضك يا ابطال انا قاعد بفكر هو فعلا يا ابطال ممكن التحديث ده يكون له علاقه بالفويس شات اللي هو مثلا يعني التعليق الصوتي او الدردشه الصوتيه، لانها بصراحه يا ابطال قريبه شويه من نفس الموضوع، مكالمات صوتيه فويس شات هي هي. بس بصراحه هم المره دي يا ابطال بيقولوها
بطريقه جديده على اساس ان دي مش الفويس شات، لان بيقول لك اصلا دلوقتي انت هتدخل على الشات وهتقوم داخل كده وهتكلمه على طول، هتدوس هنا مثلا كول وهتلاقي علامه الاتصال وهتتصل على طول. ولكن الموضوع ده بصراحه لحد دلوقتي مش مصدقه. بس بردك يا ابطال عايزكم حالا تكتبوا لي في الكومنتات هل الموضوع ده بجد اصلا حقيقي ولا لا، لان الموضوع غريب قوي بجد. ولكن يا ابطال انا عايز اعمل دلوقتي حاجه حلوه، ادخل على باب البيوت واسال الناس اللي جوه واشوف يا ابطال هل هم فعلا يعرفوا الموضوع ده ولا لا. يا رب جوه يفيدونا بقى. زي ما انتم شايفين يا ابطال دلوقتي حالا دخلنا على باب البيوت كويس جدا، ولقيت شخص دخل معاه على طول كده، ما اعرفش هو مين ده، ولكن خلونا يا ابطال نكلمه. اهلا اهلا، تعرف ايه عن المكالمات الصوتيه في روبلوكس؟ او ماي جاد، واضح اللي هو فعلا ابطال عربي وعارفني كمان. ليتس جو يا جدعان، هو ده الكلام الجامد ولا ايه؟ ماشي كويس قوي، خلونا ابطال ايه نقول له تعرف ايه. طبعا انا قلت له، اما نشوف ابطال رد فعله هتكون ايه. بيقول لي لا يعني لعبه روبلوكس مش هتشغل المكالمات الصوتيه. والله بجد يا ابطال ده اول شخص قابلته في وشي، ومن واضح كده ان هو او ماي جاد تاني شخص قابلته في وشي. هلا والله يا ابطال، هلا والله، والله بجد وحشني يا جدعان. يا سلام والله، يلا غيبه غيبه بجد يا ابطال، بقى لنا كتير مش بنعمل تحيات، فعايز اقول لكم التحيات اللي جايه هتكون جامده جدا، انتظرونا حبايبي والله العظيم. خلونا دلوقتي ابطال نشوف. اوكي اوكي يا عم، انا ما استفدتش اي حاجه يا عم. ايه ده، وده موت نفسه ده ولا ايه يا عم؟ انت واقف كده ليه زي المانيكان يا عم ده والله. ولكن او ماي جاد، تالت واحد الاقيه في وشي منورين والله يا ابطال. ولكن انا داخل عشان اسالكوا سؤال، بس واضح كده اللي هم كلهم بقى انتوا عارفين ايه اللي بيحصل في مال البيوت. لازم اهرب كده اهرب كده اهرب كده ونشوف بقى يا ابطال هنعمل ايه تاني في التحقيق. طبعا يا ابطال جالي فكره يا ابطال، ان انا اكتب دلوقتي فويس شات تمام، وندخل يا ابطال على الاكسبيرينس او المبادئ. طبعا يا ابطال اكيد كلكم عارفين كميه المبادئ دي كتيره جدا عن موضوع الفويس شات. زي ما انتم شايفين خلينا ندخل على اول حاجه مايك اب، ودي اشهر مابه يعتبر ابطال اصل شغال فيها الفويس شات. المفروض يا ابطال الفويس شات الماب دي مشهوره جدا، جايبه اكتر من 70 مليون فيزيت. خلينا دلوقتي حالا ندخل ونشوف يا ابطال، يعني ممكن نسال ناس جوه ونستفاد كمان. مش عارف بصراحه يا ابطال، انا اول ما دخلت من الواضح اللي هو طلعني. يا جدعان عيب والله العظيم عيب، انا بصور مقطع ما ينفعش كده. واضح كده يا ابطال هم مش عايزيني ادخل المابه دي، ما اعرفش بصراحه ايه السبب، واضح ان في حاجه في حسابي ولا ايه، بس بصراحه انا مش عارف ايه السبب. بس عايز اقول لكم يا ابطال بصراحه ان الموضوع ده جامد جدا، وفعلا يا ابطال لو الموضوع ده حقيقي ان لعبه روبلوكس يا ابطال هتنزل المكالمات الصوتيه، فعايز اقول لكم ان احنا هنكون اول ناس نستخدمها. واتمنى يا ابطال يعني بمناسبه السنه الجديده، بدل ما لعبه روبلوكس بتقول لك ان هي هتتقفل والجو ده، فخلونا يعني بتحديث كده ظبطونا بتحديث جميل. اتمنى يا ابطال يكون بجد اللي جاي كويس، وكل عام وانتم بخير والسنه سعيده عليكم ان شاء الله يا ابطال. ويعتبر بس كده فيديونا ده خلص، اتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، اهم حاجه تفعلوا زر الجرس عشان يزعلكوا كل فيديوهات الجيمنج الجديده. وبس كده يا بي جيمنج، ابطال الجيمنج وي سلام. الفيديو خلص، حط لايك اعمل اشتراك، ايوه جدع. الفيديو خلص، حط لايك اعمل اشتراك، ما تنساش بقى تفعل الجرس بقى وانت ماشي، ايوه بقى. اوه اديله اوه يلا ولا